أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحاً لذكره وسبباً للمزيد من فضله ودليلاً على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الكرام. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة نجمعها من شذى الأريج الفواح لهذا الصحن الطاهر المطهر في ضريح المولى أبي الفضل العباس عليه آلاف التحايا والسلام، ونيابة عنكم نسلم على مقامه العالي سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع الشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تغتدي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين. حياكم الله أيها الأفاضل، نحن وإياكم هذه الحلقة الجديدة من المسابقة القرآنية الفرقية التاسعة من هذا الجوار الطيب، مرقد أبي الفضل العباس عليه السلام. تحية لكم وتحية للجنة الخبراء بهذه المسابقة، بدءا من رئيس هذه اللجنة المباركة فضيلة الدكتور الشيخ باسم العابدي، وكذلك تحية طيبة لكل الأعضاء بهذه المسابقة اللي تعرفتوا عليهم بالحلقات الماضية، وإنما هم أعلام ولكن تعرفتم على أنهم هم هؤلاء الأحبة اللي كانوا ويانا بهذه النسخة متواجدون معنا بهذه المسابقة القرآنية الفرقية. إذن أيها الأحبة، كما عودناكم في كل الحلقات نجري قرعة البرنامج قبل المسابقة أو قبل تسجيل الحلقة. معنا اليوم فريقين طيبين، معنا معهد القرآن الكريم في النجف الأشرف وفريق محافظة أربيل. نعم طبعا، هذه المشاركة الأولى من أحبتنا إقليم كردستان وتحديدا أربيل لأول سنة يشاركون ويانا بهذه المسابقة، وهي من ضمن الإضافات الطيبة إن شاء الله تعالى. نتمنى لهم الموفقية وكذلك لأحبتنا فريق النجف الأشرف. نأخذ شارة البدء من أحبتنا وأساتذتنا معاوني أستاذنا وحبيبنا رئيس قسمنا الموقر المجمع العلمي للقرآن الكريم الأستاذ الدكتور مشتاق العلي. نعم أساتذتنا وأحبتنا الدكتور إبراهيم التميمي وكذلك الحبيب المخلص للقرآن وأهل القرآن الدكتور لواء عبد الحسن، وأيضا أستاذنا وحبيبنا ومربينا الأستاذ بلاسم الشمري. نستأذنكم ونتوكل على الله بالسؤال الأول للجمهور الكريم، وكالعادة من هو القارئ لكل الجمهور الحاضر معنا؟ الزوار أو اللي جالسين تقدرون تجاوبون عن هذا السؤال من خلال القصاصات اللي توزع على حضراتكم. نعم إذن من هو القارئ للجمهور الكريم؟ قالت يا ويلتا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. سؤالنا لهذا اليوم، استمعنا لصوت القارئ الذي نسأل عنه، قارئ معروف. بإمكانكم أن تكتبوا من الآن الإجابات الصحيحة. الجالسين معنا من الفرق وأيضا من زوار المولى أبي الفضل العباس، معنا اليوم ضيف الحلقة الخطاط الأستاذ ميثاق العابدي الذي بدأ من الآن بكتابة جائزة الحلقة بمخطوطة تقدم في صحن المولى أبي الفضل. تحية له وللأمانة الخاصة أو الأمانة أمانة مسجد الكوفة، هو ضيفنا العزيز من هذا المكان الطيب. إذن نبدأ بتعريف الفريقين، نبدأ مع النجف الأشرف، تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. المهتم بالتفسير مرتضى كامل، حياك الله. أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. القارئ علي محمد الزبيدي، أهلا ومرحبا بكم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. الحافظ علي رضا دانش من النجف، اهلا ومرحبا بكم. احبتنا فريق اربيل، تفضلوا بتعريف الفريق. بسم الله الرحمن الرحيم، محمد جواد ساقي مهتم بالتفسير، اهلا ومرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، يونس ابراهيم محمد، يا اهلا حياكم الله. الحافظ مؤمن الحسين اسماعيل، اهلا ومرحبا بكم. إذن اذا كنتوا جاهزين الفريقين، نبدا بالسؤال لفريق النجف. السؤال التفسيري الاول، كلمه معناها، ما معنى كلمه الجن في قوله تعالى بالنص اللي أمامك من سورة الكهف المباركة الآية 50؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. تطلق لفظة الجن في اللغة ويراد بها ما يستر الشيء أو
ما يجن عليه كما الليل الذي يجن فيستر ما في ما فيه من الظلام. ومن ذلك قيل على المجنون مجنون لأن عقله مستور. فيراد بالجن هنا هو هذه المخلوقات الخفية التي لا يراها الإنسان. أحسنتم. نعم فضيلة الشيخ تفضلوا. إجابة صحيحة. إجابة صحيحة وتامة. نعم شكرا جزيلا. ننتقل بالسؤال إلى فريق أربيل بالتفسير أيضا. سؤالهم الأول، السؤال يقول: ما معنى كلمة يستعتبون في الآية من سورة النحل الظاهرة على شاشتكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. نعم العد التنازلي بدأ. من اللوم والعتب أنهم يعني يلوم بعضهم بعضا. نعم. نعم هذه كل الإجابة. فضيلة الشيخ تفضلوا. تفضلوا شيخنا. الاستعتاب هو من العتاب أي التحدث بلهجة شديدة، وكذلك بمعنى هو طلب العذر من المسيء، وهذا يستفاد منه من الآية المباركة مع وجود الشهادة أو الحجج كما تقول الآية: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا. فمع وجود الشاهد ومع وجود الحجج فلا داعي لي طلب العذر من المسيء، لأنه يوم القيامة هو يوم حساب ولا عمل، فلا داعي إلى أي عتاب وإلى أي طلب للعذر. شكرا جزيلا لكم. إذن أحبتنا فريق النجف، النص أمامك الآن، وصلنا وإياكم إلى يعني فقرة آية ومقام. اقرأ هذا النص اللي أمامك من سورة الزمر المباركة الآية 67 بمقام الحجاز، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماء سبحانه وتعالى عما يشركون. أحسنت يا عزيزي. أحسنتم. طيب الله أنفاسكم. السؤال الثاني لفريق أربيل، اقرأ النص الظاهر على شاشتكم من سورة الزمر المباركة بمقام بيات التوسط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أحسنتم. طابت الأنفاس. نعم أستاذ علي البياتي تفضلوا إذا عندكم ملاحظات. أحسنتم. كان أداء القارئين أداء جيد، ونخص بالذكر قارئ محافظة النجف الأشرف، وأخذنا إلى أجواء شمالنا الحبيب القارئ
من محافظة أربين. نسأل الله سبحانه وتعالى لهما التوفيق والسداد في المراحل القادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا. ملا عمار، إذاعتكم ملاحظات. نعم، القارئان العزيزان أديا أداء جميل، إلا أنهم لم يستخدموا كل الطبقات الصوتية ولم يعطوا المساحة الكاملة لحنجرتهم الكريمة. كنا نتمنى أن يأتوا بأكثر من هذا الأداء الجميل بأداء أجمل إن شاء الله. أتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله. أحسنتم، شكرا لكم. نعم، إذن إلى المطاردة بالحفظ. السؤال من سورة البقرة المباركة لآية 106. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. توكل. نعم يا فريق النجف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أحسنتم. نعم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. نعم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. نعم. أم تريدون أن إن الله على كل شيء قدير. ود كثير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. نعم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أحسنتما، شكرا لكم. نعم، شيخ ماهر، عندكم ملاحظات؟ أحسنتم كثيرا. الحافظان كلاهما بحمد الله متقن والحمد لله، لكن كان الحافظ من فريق النجف أكثر إتقانا، وكذلك بعد إذن الأستاذ علي البياتي كان الحافظ من فريق النجف أبدع وقد أدى ثلاث مقامات. نعم. في تلاوته. يا مقامات وفقهم الله جميعا. جميل جميل. البيات والرست والسيقار. أحسنتم. نعم. شكرا لكم. إذن وصلنا وإياكم إلى سؤال آخر ضمن أسئلة التفسير لفريق النجف الأشرف. أجب بشكل مختصر ودقيق، ما هو إعراب كلمة ذرية في قوله تعالى ذرية من حملنا مع نوح وفق رأي صاحب الأمثل؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يكون محل إعراب ذرية هنا في محل منادى، أي يا ذرية من حملنا مع نوح. نعم، جناب الشيخ تفضلوا. إجابة صحيحة. إجابة صحيحة. نعم، الإجابة صحيحة. إذا ننتقل أيضا لفريق أربيل. سؤالكم يقول، ركزوا معي جيدا، ما هي الصفة الكريمة التي امتدح الله تعالى بها عبده الكريم نوح عليه السلام
في سورة الإسراء المباركة، صفة كريمة اقتدح الله بها نوح عليه السلام في سورة الإسراء المباركة. ضمن الوقت أيضا يعني. العبد الصالح. العبد الصالح. نعم. الإجابة النهائية هذه. عندك بعد 5 ثواني. نعم. انتهى الوقت. نعم جناب الشيخ. تفضل شيخنا. الصفة التي ذكرت لنوح عليه السلام في سورة الإسراء هي أنه كان عبدا شكورا، وهذه فيها إشارتين لطيفة. الإشارة الأولى هو للتذكير أنكم، لأن هذا الخطاب هو إلى بني إسرائيل، فيا بني إسرائيل وأنتم ذرية من حملنا مع نوح اقتدوا بأسلافكم وآبائكم. واللطيفة الثانية هو أنه أن القرآن لم يقل أنه كان عبدا شاكر، وإنما شكور، وهذه صيغة مبالغة، أي أنه كثير الشكر سواء لصغير النعم أو كبيرها، فعلينا أن نقتدي بأمثال هؤلاء العظماء. شكرا جزيلا. نعم، إذن استراحة قصيرة أيها الأحبة، وبعدها سنكون بخدمتكم لإكمال مجريات هذه الجولة. هذه عودة مع أجواء المسابقة القرآنية الفرقية الوطنية 9 في الصحن الشريف للمولى أبي الفضل العباسي عليه السلام، ومع فريقي النجف الأشرف وفريق محافظة أربيل. وصلنا وإياكم إلى فقرة الإنشاد. النص موحد مثل ما قلنا لكم بالحلقات الماضية، ولكن أحبتنا فريق أربيل راح يقرون ترجمة هذا النص إلى اللغة التركية. إذن نبدأ هذه المرة بعكس ما كل مرة، نبدأ من اليمين، نبدأ مع النجف الأشرف حتى ننتقل إلى قراءة ذلك باللغة التركية. تفضلوا يا فريق النجف الأشرف. صلى عليك الله. محن مشتاق وسار جميل، هذا رسول الله، هذا رسول الله الله. إذن إلى اللغة الكردية. أنت مصر كنت على التركي. صحيح أنا تعبان بس همصوش وهاج. نعم تفضلوا فريق أربيل أنشدوا هذه الأبيات باللغة الكردية. سوان واسبت كان أي بيشواك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. كدم نتوان قلم واسبت لقرآن قربا نخي يجاند ناويتو دينتو أحسن الله. طابت الأنفاس. نعم خلي نطلب من المهتم بالتفسير يفسر لنا الأبيات باللغة العربية ترجم لنا إياها. لا هي نفسها هذه أنا ترجم لك نفسها؟ هي نفسها. قال صلى الله صلى عليك الله يا علم الهدى، صحيح قلت؟ إن شاء الله نفس الأبيات؟ هي نفس الأبيات إن شاء الله. شو تضحكون سيد؟
نعم ولا عمار تفضلوا بالترجمة عفوا بالتعليق يا حبيبي على أداء الفريقين. أنا ما أعرف أترجم سيدنا. الله يديمك. طيب الله أنفاسكم أيها الإخوة الكرام على هذه الأبيات الجميلة في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة إلى القارئ الكريم من النجف الأشرف، أمتعنا بجمال صوته وعذوبة صوته وانتقاله المتقن في الأنغام الجميلة، وكذلك استخدام الطبقات الصوتية الكاملة في أدائه، وكان أداؤه ممتعاً جداً، وكان واثقاً بنفسه في هذا الأداء. أتمنى له كل التوفيق إن شاء الله. أما بالنسبة إلى القارئ الكريم من أربيل، صوته أيضاً جميل وأداؤه جميل، إلا أنه واجه مشكلة في استخدام الطبقة الصحيحة في الجواب، مما أدى إلى وجود حشرجات في صوتي ولم يعطينا الدرجة المناسبة للجواب، لم نستمتع في الجواب حقيقة في صوتك. أتمنى اختيار الدرجة المناسبة وكل التوفيق لكم إن شاء الله. إذا نطيق قهوة ملا هسه تقرانا قهوة المضيف. يلا أستاذ حيدر وصل القهوة وبلش ملا عمار توكل بالله. يا صاحب الزمان غالة قبل القهوة ولا وراها؟ لا بالأثناء. يا صاحب الزمان شكراً شكراً. طبعاً مناسبة راح أنا أقصهم كل واحد ربع درجة على القهوة؟ لا لأنه إحنا اشترطنا أنه كل واحد من يصعد يبتدئ بسملة الإنشاد بتعجيل فرج إمام زماننا. يلا نجايات هالمرة لا مشيها سيد؟ إيه إيه مشيها مشيها بعد كيفك براحتك. يلا يا الله. غلا يسار واستخف يمين، غلا يسار واستخف يمين، بك يا لكنهك لا يكاد يبين، تجفى وتعبد والضغى والدهر يغدو تائرة ويلين، وتظل أنت كما عهدتك نغمة للآن، نغمة للآن لم يرقى لها تلحين، أبا تراب وللتراب مفاخر، إن كان من أمشاجه لك طين. اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت وبركت وطيب الله أنفاسك. إذا نستمر بأجواء الأسئلة مع الفريقين ونعود لفريق أربيل. أنت طول بالسؤال حتى تشرب قهوة، حتى أشرب قهوتي قبل لا نروح للسؤال. أستاذ علي، باعتبار احنا اقتربنا من النهاية وما بقى لنا إلا أسئلة قليلة، نشوف الجدول أحبتنا وسادتنا. أنت أقرأ من خلال الكنترول. نعم نشوف الجدول اللي حد الآن، الفرق اللي حاصلة على أعلى الدرجات. نعم الجدول الآن يقول بغداد لا زال بالصدارة، وإحنا قلنا لكم 8 فرق لازم تتأهل ويانا إلى المرحلة القادمة فقط. أما فريق كربلاء المقدسة الهندية وفريق ذي قار في أسفل الجدول يعني 7 و8، ممكن اليوم النجف الأشرف وفريق أربيل يزيح هذول الفريقين
وممكن يصدرون ما نعرف، فإحنا بانتظار هذه النتائج إن شاء الله تعالى. عيد الشرح أستاذ علي حتى أنا أشرب القهوة. نعم أيها الكرام، 62 درجة لفريق محافظة كربلاء المقدسة و59 درجة لفريق ذي قار. أما الدرجات اللي راح تحصل عليها الفريقين يوم تزيح هذه الدرجات، اشرب سيدي اشرب. نعم. أو راح يستمرون الفريقين ويغادرون الفريقين الآخرين. سؤال تفسيري آخر لفريق محافظة أربيل، السؤال يقول: ما سبب نزول قوله تعالى من سورة الإسراء المباركة الظاهر على شاشتكم؟ وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها إلى نهاية العدد. ضمن الوقت وبدأ العدد التنازل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السبب نزول الآية على الرسول بأنه كان يقولون بأنه الرسول كان في دعوته أنه يدعو. انتهى العداد يدعو بأمر. أحسنت، انتهى العداد ضمن أنه ينطلق. أستاذ علي عفوا التذكير. نعم أكمل أكمل. أنه يدعو يوما بشيء ويوم آخر يدعو بشيء آخر، فكان يستفزوه بهذه الموضوع فنزلت هذه السورة الآية. عفوا انتهت الإجابة؟ نعم. نعم فضيلة الشيخ تفضلوا. هنالك رأيين أو روايتين في سبب نزول هذه الآيات. الرواية الأولى أن أهل مكة قرروا إخراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة، وثم بدلوا رأيهم حتى يحاصروه ويقتلوه، ولكن الله سبحانه وتعالى أنجاه من هذه المكيدة فنزلت هذه الآية: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. ورواية أخرى لسبب النزول هو كان هنالك اقتراح من يهود المدينة على إخراج الرسول إلى بلاد الشام، باعتبار حسب ادعاهم أن تلك البلاد هي بلاد الأنبياء، فنزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن كادوا ليستفزونك، إلى نهاية هذه الآية. والأصح السبب الأول هو الأصح باعتبار أن السورة مكية، فالسبب الأول أصح، وكانت الإجابة غير موفقة. نعم شكرا لكم. إذن فريق النجف الأشرف سؤالكم يقول: ما سبب نزول قوله تعالى من سورة النحل المباركة الآية 24 و25؟ الآية ظاهرة أمامك: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، والآية الثانية كذلك، والعد التنازلي بدأ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزلت هذه السورة الآية عفوا لذكر المقتسمين، وهم نفر من المشركين، وكان عددهم 16 شخصا، كانوا يجلسون على طريق مكة أثناء الحج. وعندما كان الناس يسألون ماذا أنزل الله سبحانه وتعالى على محمد، فكانوا يجيبونهم بأنه أنزل عليه أساطير الأولين. نعم جناب الشيخ تفضلوا. الإجابة شبه تامة. طبعا النص يقول خرجوا إلى عقاب مكة أيام الحج، كل مجموعة من هؤلاء 16 كانوا على عقبة من العقبات حتى يصدوا من يأتي إلى أن يشهر إسلامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنتم شكرا لكم. نعم أستاذ علي. نعم ننتقل إلى سؤال آخر. السؤال هذه المرة هي كلمة وآية. السؤال يقول: وردت الكلمة الآتية في موضعين من الثلث الأول من القرآن الكريم، اذكرهما مع ذكر اسم السورة. الكلمة هي رأيت. إلى الحافظ. نعم رأيت. نعم رأيت رأيت. العد التنازلي 20 ثانية متبقية تقريبا. رأيت رأيت. نعم موضعين بالعشرة أجزاء الأولى. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، سورة النساء. نعم نعم انتهى الوقت. شيخ ماهر تفضل. أحسنتم.
قرأ موضعا واحدا ولم يذكر بداية الآية، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. والموضع الثاني في سورة الأنعام وإذا رأيت الذين يخوضون إلى آخر الآية. أحسنت. شكرا جزيلا. نعم، فريق النجف الأشرف فردت الكلمة الآتية في موضعين في الثلث الأول من القرآن الكريم، اذكرهما مع ذكر اسم السورة. الكلمة فأهلكناهم ضمن الوقت أيضا. الآية الأولى في سورة الأنعام ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن. فأهلكناهم. عشر ثواني تقريبا متبقية. انتهى العداد. نعم انتهى الوقت. شيخ ماهر تفضل. أحسنتم، ذكر الموضع الأول، أما الموضع الثاني فهو في سورة الأنفال بداية الآية كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. شكرا جزيلا لكم. إذن وصلنا وإياكم إلى أسئلة السرعة، أسئلة موحدة للفريقين. اللي يتعرف على الإجابة فريق أربيل يضغط على الجرس. فريق أربيل اللي يتعرف على الإجابة يضغط على الجرس، يجاوب يحصل يعني درجة كاملة، وإذا ما يجاوب نتحول على الفريق الآخر. السؤال الأول، ما هو المقام؟ نريد اسم المقام بالضبط شنو هو. لا تقل لي سيقاه، قل لي بالضبط هذا شنو مثلا إذا كان سيقاه. نعم، إذن السؤال الأول الموحد للفريقين، ما هو المقام؟ ولا تصاغر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصر في مشيك واغضض من صوتك. نعم، فريق النجف الأشرف الإشارة منك جت. مقام العجم. مقام نعم. العجم بياتة. ونبهنا قلنا ما نريد اسم العائلة بياتة. اسم المقام. نعم بياتة. بيات؟ إيه. بربيل يسمونه بيات شارقة؟ سيد. نعم، الإجابة الصحيحة هي جهرقة من عائلة العجم، وقلنا إذا سيقاه لا تقول سيقاه، قل لي من يا فرع بالضبط. نعم، إذن إجابة خاطئة للفريقين. سيدنا العزيز، ممكن ملاحظة بسيطة تتفضل بها سيدنا؟ نعم. أغلبية المشاهدين الكرام عبر الشاشات الفضائية ما يفهمون هاي الجزئية من عائلة كذا، ممكن توضحها؟ جزاك نعم. الله خير جزاك. يعني من فرعيات ذلك المقام. نعم. يعني وعادة الفرعيات درجاتها تفرق، ممكن تكون تركيبة لها اسم معين، لكن بما أنه درجة الاستقرار على المقام الأصلي فيرجع إلى عائلة فلان، هذا استقراره عجم فبالتالي يرجع إلى مقام العجم. أحسن جزاك الله خير. نعم. التوضيح حتى المشاهدين يفهمون. أحسن. خادم حبيب الله. نعم أستاذ علي. إذن ننتقل إلى سؤال سرعة آخر، ركزوا أيضا. السؤال سيكون عبارة عن مخطوطة، عليكم قراءتها بشكل صحيح ودقيق بالأحرف الصحيحة. مستعدين إن شاء الله؟ ظهرت المخطوطة بالوقت أيضا، ننتظر الإجابة الصحيحة. ممكن تشفع لكم بالدرجات بهذه الحلقة والحلقات القادمة. نعم، فريق النجف الأشرف تفضلوا. والسماء وما بناها. متأكد؟ نعم. والسماء وما بناها. نعم، إجابة صحيحة لكم لكن متأخرين، فالدرجة إلى فريق النجف الأشرف. والسماء وما بناها هي الإجابة الصحيحة. إذن السؤال الأخير للفريقين، من هو القارئ؟ نعم ضمن الوقت ايضا. الاسم الكامل تفضل. القارئ صديق تايب المنشاوي.
وقلنا الاسم الكامل والصحيح. وقال نعم بس بنقول صحيح. مصطفى؟ اي مصطفى؟ لا بعد شوي ارجع. ما اعرف. ما تعرفه. تمام، اذا اجابه صحيحه لفريق النجف الاشرف بالعام الماضي. نعم اجابه صحيحه، هو الشيخ صديق تايب المنشاوي اللي هو ابو محمد صديق ومحمود صديق المنشاوي. أحسنت. استراحه قصيره احبتي ونكون بخدمتكم لاعلان نتائج هذه الحلقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك عليكم أيها الأحبة، تقبل الله أعمالنا وأعمالكم وصيامكم بأحسن قبول إن شاء الله تعالى، كما عودناكم في هذه الفقرة المباركة وهي فقرة الفواصل على هامش المسابقة القرآنية الوطنية الفرقية التاسعة. نلتقي مع أحد الزائرين الوافدين إلى المولى أبي الفضل العباسي عليه السلام. نعم سلام عليكم. شلون صحتكم؟ الله وبركاته، تقبل الله طاعاتكم وأعمالكم في هذا الشهر المبارك والفضيل. نسأل الله أن يمن عليكم بالخير والبركة دائما وعلى زوار أبي الفضل العباس. اللهم آمين. اسمك الكريم؟ حسن. حسن كاظم من النجف. حياك الله وأهلا وسهلا بك يا حسن. الآن أريد من عندك تطلب حاجتك من المولى أبي الفضل العباسي عليه السلام، حاجة تكون غيبية بقلبك، وإحنا في دورنا راح نعطيك دورك بمجموعة من الآيات عسى ولعله أن تكون هي البشارة. نعم توجه وأطلب حاجتك ولا تنسانا من الدعاء. نعم انطيني الدورق أستاذ منير. الآن اسحب لي ورقة من هذا الدورق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله. الحمد لله كان دعائي يعني الحمد لله والشكر. نسأل الله أنه يكون هذا الناس وهذا البلد على هذه الآية بحق محمد. اللهم آمين. جزاك الله خير الجزاء. الله يبارك بك. وأيضا لك بطاقة من مضيف العتبة العباسية المقدسة، هي هدية المسابقة القرآنية الفرقية. الشرف هو الهدية الكبيرة حقيقة. الله يبارك بك. ممنون. إلى هذا الصحن المبارك هي الهدية الكبيرة. ممنون يا حبيبي. شكرا لك يا حبيبي. في دوار ولك. جزاك الله خير. إذا أيها الأحبة أيها الأفاضل، ننتقل وإياكم إلى أجواء المسابقة القرآنية الفرقية. حياكم الله أيها الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى اللحظات الأخيرة، وقبل إعلان النتائج وكالعادة نذهب وإياكم إلى سؤال الجمهور. إلى أن يتحضر أحبتنا في الكنترول، نستقبل وإياكم أستاذنا العزيز جناب الدكتور إبراهيم التميمي. حيوه بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. المعاون التربوي للمجمع العلمي للقرآن الكريم قسمنا الموقر. نعم حياكم الله دكتور، شرفتم. اهلا ومرحبا بكم. حياكم الله دكتور. حياكم الله. شرفتم. تفضلوا. شرفتم. نعم، من هو القارئ للجمهور الكريم؟ اعرضوا لنا الكنترول. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. نعم الإجابة الصحيحة مفخرتنا العزيز الحاج عامر الكاظمي. الإجابات طيبة، نسحب القرعة من خلال جناب الدكتور إبراهيم. تفضلوا ملا. نعم اللي فاز ويانا بهذه القرعة علي عماد حسن محمد. بعد لو كاتب بعد وما موجود. علي عماد. يا هلا بعريفي. نعم حيوه بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن هديته هذه المخطوطة التي خطت أثناء فترة المسابقة. كان معنا الضيف الحافظ لكل القرآن الكريم علاء الوالد علي عماد. تفضلوا دكتور. سلام ورحمة الله على والحبيب. مسجد الكوفة المعظم، وهذه الهدية ستكون ذكرى طيبة من المسابقة القرآنية الفرقية التاسعة. شكرا جزيلا لكم، حياكم الله. شكرا دكتور، زحمناكم. الله يبارك فيكم. دكتور. اهلا مرحبا. نعم حبيبنا استاذنا مع
معاون آخر لرئيس قسمنا الموقر المعاون العلمي، نعم الدكتور لواء العطية، لواء عبد الحسن، حيوه بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حياكم الله دكتور، أهلا ومرحبا، شرفتم مولانا، أهلا ومرحبا، صيام مقبول، تفضل. حياكم الله دكتور. أما إعلان النتائج، الجمهور الكريم، نعرض لكم الجدول اللي لحد الحلقة الماضية كان الجدول بهذا الشكل: بغداد متصدر بحصوله على 79 درجة، أما فريق كربلاء هو السابع 62 درجة ونصف الدرجة، وفريق ذي قار 59 درجة، أما الفرق اللي غادرت قطعا البصرة 56 وكركوك 44 وثلاثة أرباع. إذا الأحبة حصلوا على أكثر من 62 ونص راح مو يضمنون الصعود، ولكن يعني أكو مقعد لا بأس به، أو يعني حظوة لا بأس بها لهم، ولكن النتائج تقول. نشوف توقعات الجمهور أستاذ أستاذ صلاح. نعم توقعات الجمهور الكريم، من يقول أربيل حصل على المركز الأول بهذه الحلقة؟ نعم. من يقول النجف الأشرف حصل على المركز الأول؟ نعم. إذن التوقعات كلها تشير إلى النجف الأشرف. نذكر الحاضرين والمشاهدين أن الفوز في هذه الحلقة لا يعني التأهل. نعم. والخسارة في هذه الحلقة لا تعني الخروج من المسابقة، لأن عندنا 20 فريق للدرجات. ننتظر نتائجهم حتى يصعدون 8 منهم فقط. فعلا. نعم أربيل الأحبة شرفونا بحضورهم بهذا العام، نتمنى لهم الموفقية بالسنوات القادمة. حصلوا على 46 وثلاثة أرباع الدرجة. أما فريق النجف الأشرف هل سيغير النتيجة أو لا؟ فريق النجف الأشرف حصل على 58 درجة وثلاثة أرباع الدرجة. زائد شقد حتى يصيرون 81 دكتور؟ شقد زائد شقد برأيكم؟ شقد نحط بالرياضيات مو شيء، المهم ترضون، شقد نحط لكم وترضون فوقاهن؟ بعدين سيد حسني المهم. نعم فريق النجف الأشرف يغير النتيجة بأكملها ويتصدر كل الفرق بحصوله على 81 درجة وثلاثة أرباع الدرجة، حيوهم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على هذه هديتهم المؤقتة، نأمل. تفضلوا دكتور. تفضل. إذن هذه هدية رمزية، هدية الفوز بأعلى الدرجات داخل الحلقة تذهب إلى فريق النجف الأشرف، أيضا مخطوطة كانت معنا في مجريات المسابقة وهي ذكرى طيبة لفوزهم في حلقة اليوم. شكرا دكتور لواء، بارك الله بكم. شكرا جزيلا دكتور. موفقين يا فريق النجف، شكرا لكم. شكرا أحبتنا فريق أربيل، بارك الله بكم. نعم إذا ملتقانا وياكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، إلى ذلك الحين دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله.